اسلام ايه كمان؟ ايه عجبك كمان في المباراه النهارده؟ لا يعني خلينا ناخد الجيم ده من حته برضو جزء تاني ليه علاقه بيراميدز الحقيقه كريم. لان اما كل مدير فني بيحضر صح في قبل المباراه، يمكن ال 14 مباراه اللي كسبهم بيراميدز ورا بعض، بيراميدز خلينا ما نقللش من اللي عمله ابدا، لكن الراجل دخل الماتشين غلط. انا ممكن اقطعك؟ قطعني طبعا. انا اسف انا سرحت دلوقتي، حسيت حته كده فيها محمد جمال شعر جامد. انا حاسس ان انا قاعد مع ريو فيرناند. اشمعنى؟ الراجل هادي، مش هتكلم على الشبه كمان، بتكلم على الهدوء التحليل بجد، الزاويه العظيمه البعيده. فانا حبيت اقول الكلمتين دول من بدري حبيبي والله. وانت بتقول كده حبيبي والله. لا العفو حبيبي. اصل اسلام كده تحس ان هو ايه، بطابع اوروبي يعني، محل الكوره مصري بطابع اوروبي. كل واحد ليه اسلوبه العظيم. انا بتكلم يعني ربنا يكرمك يا رب ويخليك. كولر حضر كويس جدا للماتش، نفس التشكيل. خالد عبد الفتاح كانت تركه كويسه جدا في القفل بتاعه الماتشين، كان زي ما جيمي كان بيتكلم. الجزء اللي عند يوريشيتش الراجل، انا حسيت ان البريشر بتاع مشروع بيراميدز كان محطوط على الراجل ده. احنا ممكن يحصل تغيرات في الاداره، احنا عندنا مشكله الشيبي واللعيبه متوتره، طب مشكله التذاكر، كل الكلام ده اتحط على الراجل. فالراجل بالتالي خروج ابراهيم عادل ومحمود صابر من حساباته، ايقاف رمضان صبحي، ما قدرش يمانج. فاولا غلط غلطه الشيبي في المباراه الاولى انه ما بداش بالشيبي. خلي بالك ده بدا بكريم حافظ باك رايت، فجه النهارده هو ما عندوش باك ليفت، عمال لعب احمد توفيق باك ليفت، احمد توفيق شمال وشيبي، وخلى الفرقه مكسوره الجناح من ناحيه الشمال، مش ماشي، مش شغاله. خلاص انت جربت فخري لقاي في المكان ده، فخري لقاي لعيب قدرته كلها لما يلعب جناح شمال انه يتحول الى مهاجم تاني جنب فيستون مايلي. لكن لما نزل زلكه، لما نزل كريم حافظ وعدلت الفرقه، بدا يشكل خطوره على مرمى النادي الاهلي، حتى لو بكره زلكه الاولى، وبعد كده بدا الفريق يروح ويدربل ويعدي. فهو الراجل خانه تماما للتوفيق وما قدرش يحضر للجيم كويس، فده سهل كتير جدا على الاهلي. ان بيراميدز ما شاطش على مرمى الاهلي غالبا غير كورتين الجون اللي دخلوا في الماتش اللي فات، والجون بتاع الماتش وكره زلكه اللي النهارده فوق العرض. انت متخيل ان بيراميدز فريق هو كان فايت ثلاث اقوى هجوم في الدوري، فريق بكل العناصر دي، انت ما شفتش لعيبته قادره تخلق في الدوري كمان طبعا. ما قدرتش النهارده يستغل فيستون مايلي، ما قدرش يستغل الشيبي. خلي بالك جزء مهم جدا من نجاح الاهلي في الماتشين دول دكتور ابو الوفا الاخصائي الطب الاخصائي النفسي بتاع النادي الاهلي مع تحضير كولر، ان الشحات حلوه دي النقطه دي زاويه انا ما اعرفش. انا حاسس ان الشيبي هو، هل بيراميدز ما كانش عارف ان الشيبي هيلعب الماتش ده؟ وهو غالبا هو بيلعب قدام الشحات. اولا كولر الماتشين حط الشحات الناحيه الثانيه، بعده تماما عن الكلاش ده. حتى المشكله اللي كان جيمي لسه بيشرحها او خشاكر كان بيشرحها، هو راح له الناحيه الثانيه في تغطيه عكسيه مش مقصوده. لكن انت حضرت الراجل كمان بتاعك. حسين الشحات اتحضر بشكل انا شايف كده. حسين الشحات اتحضر في ماتش البدالين، ان هو كان واحد من نجوم اللقاء في الماتش الاولاني، النهارده لما حتى لعيبه النادي الاهلي خدوه على جنب ويقف، وقف والتزم خلاص. يعني ما قالش لا طب انت بتشتكي، طب انا جاي لك، طب انا لا لا خالص. هو حسين خلاص شاف ان الموضوع بالنسبه له انتهى خلاص. لكن انا بشوف ان هو اتحضر كويس جدا، وان يوريشيتش ما حضرش بديل لابراهيم عادل ومحمود صابر من بدري، لان اولا جدول الدوري ده كان معلن. في لخبطه، لكن هو كان عارف ان لعيبته رايحه الاولمبياد ما قبل مشكله الاولمبياد، ومين هيطلع من المعسكر ومين، بس هو كان عارف. فكان لازم من بدري يحضر محمد رضا بوبو، يحضر زلاكا، يحضر فخري لقاي، يشوف طريقه لعب تناسب ان الفريق لما تلعب قدام النادي الاهلي، تلعب جوه اقوى فرقه في مصر وافريقيا، انت هتعمل ايه في المشكله والجاب اللي عندك، ان عندك مشكله في اللعيب ده. في الحقيقه انا بشوف ان يوريشيتش فنيا يتحمل جزء كبير جدا، زي ما كولر نجح نجاح مبهر في الماتشين، في ادارته للعيبه وادارته للمجموعه. السنتين اللي الزمالك خد فيهم الدوري ورتين ورا بعض، كان الاهلي بيروح ياخد دوري ابطال افريقيا يرجع يلعب يخسر نقط، صح، لانه كان بيعتمد على 13 14 لعيب. لكن كولر الحقيقه هو اشطر مدير فني انا شفت الفتره الاخيره في تدوير اللعيبه وازاي تقدر تدير المجموعه بتاعتك. فانت النهارده هتلاقي في ماتش مروان عطيه قاعد، فهتلاقي الماتش الجاي مروان بيلعب واكرم قاعد، بعدين الماتش وراه اكرم قاعد بيلعب وامام مريح، وهكذا. صح. كل خطوط تلاقيه شويه، تلاقي احمد عبد الهادي وتجيب خالد عبد الفتاح مكان، فغالبا في شويه الزحمه اللي الاهلي لعبها دي هتلاقي غالبا كل اللعيبه ما بره المصابين لعبوا. صح. ودي نقطه مهمه جدا بالنسبه للاهلي، ساعدته وافادت الفريق النهارده، كله فت، كله اون تراك، كله كويس جدا. فالراجل ده قدر يدير عدد الماتشات ده كويس جدا، والتاني قدر يدير ده، بس جه ساعه الجد الماتش الكلاش الواحد على واحد قدام الاثنين اللي بيتنافسوا ما توفقش فيهم.